شيء غريب جدا ممكن حضراتكم كنتم متابعينه من ايام فوضى في شارع أكسفورد ستريت أو أهم شوارع العاصمة الإنجليزية لندن. فطبعا غريب جدا وبيشبه أحداث تشبه فيلم The Purge. والبيرج ده انتشرت الفيلم ده، هو فيلم رعب شهير جدا، كان فيه مطالب شعبية جوه الفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي بإيه؟ بالهجوم على شارع أكسفورد في لندن. طبعا شارع أكسفورد هو الشارع الشهير اللي هو يعتبر وسط البلد في لندن، وطبعا كانت المطالب بسرقة المحلات التجارية، نوع من أنواع الهوس والتحدي وأشياء كتيرة جدا. النهاردة الشرطة البريطانية ألقت القبض على 9 شباب ضمن عمليات اقتحام لأشهر المتاجر في الشارع، وده طبعا خلى فيه حالة من أنواع الفوضى الكبيرة اللي كانت موجودة في لندن. الصور دي من أيام، والمفاجأة تزامنت كمان مع اختفاء قطعة أثرية عمرها 3000 سنة من متحف بريطانيا، وده طبعا شيء مش ممكن يحدث أبدا بهذه السهولة في بريطانيا، لأنه هناك في ضبط وربط وكده. لكن يبدو زي ما أنتم شايفين الشرطة في الشارع ده على الأحداث الخاصة باقتحام المراهقين للمحلات وفكرة التحدي، وأن هم يدخلوا يعني يسرقوا أو ياخدوا حاجات من المحلات، فكان في هرج مرج في الشارع الرئيسي، وده الشارع طبعا اللي بيربط قلب العاصمة الإنجليزية لندن. وزي ما أنتم شايفين يعني فوضى، زي ما اسموها فوضى أكسفورد ستريت أو شارع أكسفورد، حاجة طبعا مش مفهومة اللي حصل ده، وإزاي يكون في هذا التأثير من أفلام أو من تحدي أو من الألعاب أو أيا كانت، هذا الهوس الغريب اللي ممكن يعني يسيطر على حياة الاجتماعية اللي بنعيشها تبقى موجودة في أي دولة، وخصوصا الشارع الإنجليزي ده كمية الضبط والربط اللي موجودة فيه مش سهلة أبدا. وزيرة الداخلية البريطانية الحقيقة من جانبها قالت النهاردة أنه الشباب المسؤولين عن الاضطرابات دي اللي وقعت في شارع أكسفورد التجاري بلندن يجب أنها تلاحقهم الشرطة طول الوقت وتقبض عليهم. ودعت الوزيرة البريطانية أيضا إلى حبس زعماء هذه العمليات اللي بيعملون وراء الكواليس، وحذرت من أنه لا يمكن السماح للمملكة المتحدة بالغرق في الفوضى التي شهدت في بعض المدن الأمريكية، لأنه ده كان حدث الحقيقة نفس الحدث حدث قبلها بأيام وأسابيع في أمريكا. وطبعا أحدى الصحف البريطانية كمان قالت إيفنينج ستاندرد، ودي إيفنينج ستاندرد دي الصحيفة اللي بتبقى موجودة بشكل يومي، وقالت نفس الكلام. خليني أخد مزيد من التفاصيل، نروح إلى لندن مع دكتورة سامية الأطرش عضو حزب المحافظين البريطاني. دكتورة سامية مساء الخير يا فندم. مساء النور. يعني دكتورة سامية، يعني ما حدث في الشارع البريطاني وتحديدا في منطقة أكسفورد ستريت وهي طبعا قلب العاصمة الإنجليزية، يعني إزاي ده حدث والناس ترجمت ده إزاي؟ يعني هل كان مفهوم إن هو جاي من خلال الفيلم الشهير أو ألعاب اللي موجودة على التحدي على التيك توك؟ اشرح لنا الوضع. سيدتي الفاضلة، هذه تحديات أولا تواجهها المحال التجارية البريطانية، وخاصة شارع رئيسي مثل أكسفورد ستريت يكون طبعا محط للأنظار جميعا. هذه الحادثة تعكس جانبين أساسيين، الأول مرتبط بالضوء. تسمعيني؟ أسمع حضرتك، اتفضلي. أنا مع حضرتك. سمع حضرتك. طيب، هذه الحادثة تعكس جانبين أساسيين، الأول مرتبط بالدور السلبي والتخريبي لوسائل التواصل الاجتماعي إذا تم استخدامها بطريقة غير صحيحة. تمام. وهنا طبعا الحكومة البريطانية تقوم بدور ريادي بالتعاون مع باقي الدول النافذة الأخرى لوضع القوانين الملزمة على إدارة منصات التواصل الاجتماعي حتى لا يتجاوز المشترك فيها لا يتجاوز مثل هذه القوانين. الجانب الآخر هو جانب أمني، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة في بريطانيا بشكل واضح، زاد من مستوى الجريمة وعمليات السرقة في المحلات التجارية بشكل يومي،
بشكل يومي. صراحة عقوبة حتكون واضحة هو السجن، والشرطة تضع كل ثقلها للمحافظة على المحال التجارية. لكن الذين قاموا بسرقة أوكسفورد ستريت خصوصا في محل برايم مارك هي مجموعة معروفة لها تاريخ مع الشرطة البريطانية، ومثل هذه التصرفات طبعا لا يمكن الشروط السكوت عليها. العمل على سن هذه قوانين جديدة تواكب التطورات المعيشية التي نعيشها الآن، ويجب أن نطبق كل شيء بحذافيره. والشرطة طبعا كانت هذه المجموعة هي معروفة ومسجلة عندها، لذلك استطاعت أن تلقي القبض عليهم بسهولة. طبعا سيكون مصيرهم سجن لا محالة. تمام. طيب دكتورة سامية، يعني خليني حضرتك الحقيقة يمكن قسمتي الموضوع إلى جانبين وأنا أتفق مع حضرتك، ولكن هل نقدر نقول بأنه نظرا للأزمات الاقتصادية، وبالتالي أيضا عندها أزمات كثيرة اقتصادية يمكن من وقت كورونا وبعدين بريكسيت وبعدين الأزمة الأوكرانية الروسية والأزمات اللي بقت موجودة في العالم، هل تم استغلال ده بشكل أو بآخر، وأيضا تم استغلال الشباب المراهقين بألعاب أو وسائل التواصل الاجتماعي علشان تكون مجرد ذريعة إن هم ينزلوا، ولكن في الكواليس أبعاد أخرى خاصة بالأزمات الاقتصادية هي اللي موجودة بهذا الشكل؟ سيدتي، استغلال المراهقين لمنصات التواصل بهذا الشكل الذي يدعو فيه للسرقة والنهب، يعني بالأخص استعمال التيك توك وسيلة من وسائل الدعوة في نظري إلى الجريمة. تطبيق التيك توك نتج عنه مشاكل كثيرة تهدد المراهقين. الإجراءات التي يجب أن نتخذها الآن يجب أن تتخذها الأجهزة الأمنية تجاه هذه الدعوات، لأن التيك توك في نظري من خلال أنت تعرفين أن التيك توك هو منصة طبعاً طبعاً نعم، النظام هذا نظام معلق. نظام تيك توك نظامان، من خلال بايت دان هذا يطبق التيك توك بنسختين، نسخة دوين للصين، وهذه طبعا إذا تسمحي لي أقول لك إنه هذا النظام دوين هو نظام تطبيق ثقافة تعليم، أما المستخدم الثاني نسخة أخرى خارجية للعالم تستخدم عالميا، هذا تستحوذ على أفكار الأطفال والمراهقين والشباب. تمام. القلق الآن هو أن هذا التطبيق موجود في الصين، وجزء من مال الشركة الذي يمتلكه الحزب الشيوعي أي السلطة الحاكمة في الصين. هناك قانون يقول في الصين ينص في حال المساس بالأمن الوطني الصيني كل الشركات يجب مجبرة أن تعطي المعلومات من بيانات وأن تضعها تحت تصرف الحكومة. تمام. هناك طلب في إلغاء التيك توك نهائياً، أن الحكومة البريطانية طالبت بإلغاء التيك توك. طيب الشركة الصينية التي تمتلك التطبيق تسمح للحكومة الصينية باستغلال أي حاجة البلد يمر فيها، تستغل يعني الحالة المعيشية الذي نمر به الآن، إذا كان بعد كوفيد-19 أو بعد البريكزيت بعد الحرب الروسية. طيب يعني هنا انا بتفق حقيقي، انا بتفق نعم في كل ما حضرتك، يعني انها حرب، اريد ان اقول ان انها حرب شبه سياسيه او جيوسياسيه. انا بتفق مع حضرتك جدا، بتفق مع حضرتك جدا انها ممكن طبعا هي حروب خفيه جيوسياسيه او غيرها، وعلى السطح هو استخدام السوشيال ميديا الآن في العالم لحروب الدول.
يعني اللعب بالدول وبالذات طبقة الشباب الأفكار المراهقين، بنتكلم على التين ايجر أو السن ده اللي هم أكثر تأثيرا وأكثر تنفيذا على الأرض، يعني سهل قوي إن هم يلعبوا معاهم ببعض التحدي والبرامج، وكان التحدي إن هو ينزل يقتحم المحلات. طيب في ظل الأزمات اللي بقت موجودة في العالم، هل حضرتك كده بتقولي لي إنه تطبيق التيك توك في بريطانيا الآن أمام البرلمان، يعني يتم دراسة هذا التطبيق اللي عمل خلل في الشارع الإنجليزي، وخاصة ده في أكسفورد ستريت، يعني حيث الحكومة حيث البرلمان كله بالقرب من أكسفورد ستريت على بعد دقائق، فما بال بقى باقي المناطق يعني اللي موجودة في بريطانيا بشكل عام؟ حالة الأمن ممكن يبقى عامل فيها إزاي إذا كان ما فيش هذا الانضباط في الشوارع الرئيسية كلها أمن وأمان بشكل كبير؟ فماذا عن باقي الأماكن اللي موجودة سواء في لندن أو موجودة أيضا في بريطانيا؟ هل في حاجة أمام البرلمان هيتم مناقشتها بخصوص التيك توك أو السوشيال ميديا اللي ممكن تهدد أمن بريطانيا؟ سيدتي الكريمة، التيك توك في نظري المتواضع هو المسوق للأفكار اليسارية المتطرفة. تطبيق تيك توك يعتبر من أخطر التطبيق في العالم، ويشغل بال العديد من الدول ومنها بريطانيا، وخاصة صناع القرار سواء كان في بريطانيا أو الولايات المتحدة أو في أوروبا، وأيضا دول مثل الهند. حالة من الرعب كبيرة تسيطر علينا الآن، وخاصة من قبل جيل المراهقين والشباب. الصحيح هو حظر التيك توك وتفكيكه، هو حظر وتفكيكه ومهاجمته بطريقة تسير عليها الحكومة. طبعا الحكومة نادت بأن لا يكون هناك تيك توك في بريطانيا منذ عدة شهور، أنا قلت هذا في مقابلة أخرى معك. القلق هو التطبيق الآن، الشكوك تتزايد حول هذه المنصة. يجب أن نعمل بمنصة اجتماعية مهمة نستثمر فيها البيانات ونجمعها في سبيل خير الأمم، ليس في سبيل أن نحطم أمن الأمم. أكيد إجراءات يجب أن نتخذها. نعم مع دكتورة سامية، خلينا نتفق، وحضرتك يعني عضو حزب المحافظين البريطاني، أمن الأمم لم يعد فقط إنه بالسلاح، ولكن أصبح هناك الألعاب الكثيرة من خلال السوشيال ميديا ومن خلال يعني مجرد ألعاب وحاجات، ولكن هي فكرة إننا نؤثر على الشباب خاصة الشباب في كل الدول. أتمنى الخير والأمن والأمان، وأتفق معك في إنه هناك حروب خفية تدار عبر السوشيال ميديا لتكدير أمن البلاد. دكتورة سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، عن الفوضى اللي كانت موجودة في أكسفورد ستريت وفي لندن من قبل تحدي تيك توك اللي خلى المراهقين والشباب يخرجوا في الشوارع، وكان عندهم نوع من أنواع الأمر منه إن هم يسرقوا ويخشوا وينهبوا المتاجر، خاصة المتاجر الكبيرة في هذه المنطقة. هذا ما يجري في الشارع الإنجليزي.